برئاسة سلطنة عمان. انعقدت أعمال الدورة 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة بمقر الجامعة العربية بالقاهرة. ناقش الاجتماع سبل تمكين الاقتصاد الفلسطيني من خلال السياحة، حيث أكدت سلطنة عمان في كلمتها أن العدوان الإسرائيلي الممنهج في فلسطين يؤثر سلبا على السياحة العربية. تم التوافق على تنظيم ملتقى استثماري لقطاع التراث الثقافي في سلطنة عمان، ولذلك نحن نرحب بالجهات المختصة ومن الفنيين والمهنيين من أجل دراسة وتحديد التحديات والحلول المناسبة للتوصل إلى الكيفية المثلى لتوظيف هذا العنصر الهام من التراث المشترك العربي. كما بعث الاجتماع آليات تحقيق التكامل العربي في المجال السياحي وتشكيل وجهة سياحية تتميز بالتنوع والغنى بالمقومات المختلفة لتكون رائدة ومنافسة لبقية الوجهات التقليدية في العالم. الارتقاء بالمقاصد السياحية بالدول العربية وإعطاء الأولوية للتنمية السياحية في المناطق الأكثر احتياجا. وفي هذا السياق كلفت اللجنة الفنية للسياحة الأمانة الفنية بدمج بروتوكول التعاون بين الدول العربية في مجال السياحة ضمن اتفاقية التعاون العربي في مجال السياحة، ليكون هناك اتفاق ملزم بين الدول الأعضاء لتسهيل حركة السياحة البينية بين الدول العربية. كما ناقش الاجتماع أيضا الابتكار السياحي والسياحة الذكية وشمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة وتعزيز السياحة البينية العربية. وقد اختار الاجتماع بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025. خصوصية وتميز سلطنة عمان كمقصد سياحي تجعلها أحد الركائز المهمة في التوجه العربي نحو تحفيز السياحة البينية العربية. من القاهرة سحر صبري، تلفزيون سلطنة عمان.